هذا وقد شهد الرئيس السيسي عرضا قدمه طلاب العام الثاني في كلية الشرطة بالدراجات الهوائية، واستعرضوا قدراتهم البدنية العالية أثناء قيادتها. الطلاب شكلوا بالدراجات في ساحة العرض سهما بلون علم مصر، إشارة لانطلاق البلاد نحو التنمية والتطور. كما قدم طلاب كلية الشرطة عروضا مختلفة للقوة البدنية والدفاع عن النفس، واستعرضوا تدريبات مهنية وقتالية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية مهما بلغت درجات صعوبتها.